السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواتي الأعزاء، يا رب تكونوا دايما بخير. أقدم لكم تحديث لأسعار الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم السبت 20/7/2024، فضلا منكم إخواتي وتكرم أتمنى تشاركوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم في مصر: سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء في مصر 68 جنيه 14 قرش، سعر الدينار البحريني 128 جنيه 1 قرش، سعر الريال القطري 13 جنيه 23 قرش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء في مصر 125 جنيه 31 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء في مصر 62 جنيه 89 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء في مصر 127 جنيه 93 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 14 قرش، سعر اليورو 52 جنيه 75 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 86 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 49 جنيه 80 قرش والبيع سجل 50 جنيه 35 قرش. وأشكركم إخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير والصحة والسلامة على الدوام. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.